في المزاد دائما النقاش حول المبادرات، هل بدأت تظهر معالم الحل؟ وكما أسلفت يلتحق بنا السيد عبد الرحمن عرعر رئيس المنتدى المدني للتغيير. أهلا بك سيدي. أهلا بك، مرحبا وشكرا للاستضافة. أهلا. إذا كنتم اقترحتم مبادرة مجموعة الشخصيات، أريد فقط أن أعرف سيد عرعر أين وصلت مبادرة التغيير خاصة مع تفاعل الرئاسة معها؟ شكرا. أولا أظن هي ليست مبادرة نهائية، هي فقط كان الهدف تاعها أننا نحرك الآليات التي تؤدي إلى الحوار، وهذا لاحظناه من خلال قراءتنا للعديد من المبادرات السياسية اللي جات عن طريق الفضاءات الحزبية أو غيرها، وكلها تجمع أنه لابد من الذهاب إلى الحوار، بما فيها الخطاب الرسمي الذي يؤكد أنه لابد من الذهاب إلى الحوار. فالآلية كانت مفقودة، كانت غير مقترحة من خلال الوصول إلى الحوار، ففكرنا بأن الخزان لجزمه اللي نقدر نستثمر فيه وليصنع هذه الآلية هي الشخصيات الوطنية اللي أولا عندها. يعني تعتقد أنه آلية التفعيل في اختيار الشخصيات؟ يعني اختيار الشخصيات، ولكن لازم نعرف المسار، صلاحيات هذه الشخصيات، قرارات هذه الشخصيات، كيف تتعاطى مع مطالب الشعب، مطالب الحراك إلى آخره من القضايا. فإحنا أعطينا رؤيتنا إلى هذا المسار، ولكن إحنا اعتمدنا على ما هو موجود في الميدان من شخصيات، ما هو مطلوب من طرف المواطن، من طرف الحراك. أكدنا على المصداقية، أكدنا على القطيعة، أكدنا على أنه عدم التورط في الفساد. يبقى اجتهاد، ممكن في شخصيات أخرى لابد من إضافتها. فإحنا قلنا نشعل هذه الشمعة لتعطي على الأقل السنس اللي رانا رايحين ليه في اتجاه الحل وفي اتجاه الحوار، لأنه نجمع بأن الحراك هو آلية مهمة جدا للضغط ولازم يستمر، ولكن بالمقابل الآلية الثانية هي الحوار اللي لازم ياخذ يشق الطريق نتاعو بدون ما يكون في هناك ضغوطات وابتزازات إلى آخره. هذا مهم جدا، والحوار هذا نظن باللي الجميع يجمع حتى المواطن البسيط بأنه لابد منه، وأننا نمشي إلى مناخ قبله، لازم قبل الحوار لازم يكون مناخ تاع الطمأنة وتاع الثقة. ما نقدرش أن ندير حوار والناس راهم في السجن، هذا غير معقول. فهذه من الأمور اللي تكلمنا عليها، فتبقى مبادرة تاع مجتمع مدني، ولن نمثل المجتمع المدني كله، احنا نتكلم باسم المنتدى المدني للتغيير اللي هو فضاء يضم أكثر من 70 جمعية، تأسس منذ بداية الحراك 22 فبراير، واخذنا على عاتقنا أننا نساهم مع كل الشركاء في المجتمع على حل الأزمة. واختيار الشخصيات، يعني كسرتوا الطابو بين قوسين وعرضتوا مجموعة من الشخصيات. شخصية. طبعا أبقى دائما في هذا السياق السيد تبينات، دائما في مسألة هوية الشخصيات التي تحدث عنها السيد عرعر، هناك اختلاف حول تحديد الشخصيات، وهناك نقطة جزئية أشار إليها السيد عرعر، يقول أنه هي الشخصيات هي آليات التفعيل. ربما المبادرة هذه بالذات من إيجابياتها أنها كانت سبقة في طرح أسماء، لأنه ما عيب على المبادرات التي سبقت في العموم وبقت في تتكلم على آلية الحوار، وكان حتى اللي استبقت الأحداث وتكلمت على لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وما إلى ذلك. هنا في قضية طرح الأسماء ربما المبادرة هنا تحملت مسؤولية ثقيلة نوعا ما، لأنه رهان هذه المبادرة والمبادرات التي ستليها وستطرح أسماء أخرى ربما هو رهان للسلطة القائمة حاليا، لأنه رهان بن صالح الآن هو أنه يجد الشخصيات التي قد يوافق عليها الحراك الشعبي. يجب أن نتفق على هذه النقطة، لأنه حتى في مبادرتكم ربما أشرت إلى نقطة أنه أنت ألقيت بالمبادرة إلى الشارع من جهة وإلى السلطة من جهة أخرى. كيف يمكننا أن نقيس تقبل الشارع لقائمة اسمية معينة؟ بأي آلية يمكنني أن أعرف أن هذه القائمة قد تحوز على التوافق أو لا تحوز على التوافق؟ ربما هذه المسؤولية لو نخليها للسلطة التي اقترحت مسار الحوار. أما ما يجب أن تركز عليه المبادرات، ربما أي حراكي أو مواطن جزائري ينتظر في مخرجات هذا الحراك وفي مآلات هذا الحراك ينتظر مناخ الطمأنة، ولكن من باب كيف أولا
ستجتمع هذه الشخصيات، ما الذي سيجمع هذه الشخصيات؟ بمجرد إعلانكم للأسماء كل اسم في تصريحه المباشر وضع شروط، كيف سيجتمع الأسماء الذين سيديرون الحوار على نفس الشروط؟ كيف ستكون بينهم مثلا عقد ضمانات أنه مخرجة حوارهم سوف لن تخرج عن مثلا نقدر نسميها وثيقة أخلاقية للحوار الوطني، تنظم حدود نقاش، نقاط التي يجب أن نتفاوض والتي لا يجب أن نتفاوض عليها. لا يمكن أن أدير مثلا حوار وطني بشخصيات ربما قد لا تتفق في بعض مطالب الحراك الشعبي مثلا. يعني لو كان المبادرات حاليا وهو ما ننتظره نحن كشباب أن جميع من يقترح مبادرة لو أنه يبقى في إطار ضمان أن تلك مطالب الحراك الشعبي تجسد من خلال هذا الحوار الوطني، لأنه لو أضيف فقط أن هذا الحوار عنده خصوصية، الخصوصية هو أنها السلطة قالت لن أكون طرفا في الحوار، مؤسسة يعني الدولة نعم مؤسسة تحيدة. الدولة قالت أنا سألتزم الحياد في هذا الحوار، إذن من سيتحاور مع من؟ معارضة مع أحزاب السلطة السابقة، يعني من سيقود هذا الحوار؟ في نفس الوقت لا يمثل السلطة الحالية القائمة بل سيتبنى مطالب الحراك بالضرورة، لأنه مدام السلطة لن تكون طرفا في الحوار يعني لن يكون هناك تفاوض مباشر. ممكن أضيف في هذه النقطة اسمح لي نكمل الفكرة فقط، يعني من سيحمل مسؤولية قيادة هذا الحوار بطريقة أخرى سنحمله مسؤولية ما ينتظره الشارع. نعم التعقيب فقط قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ علي ربيش في هذه النقطة، التعقيب أنه هي لا تكون طرف الحوار ولكن تلتزم بمخرجات وقرارات الحوار، وهذه من الضمانات مهمة جدا ممكن فصلها فيما بعد. طيب أستاذ علي ربيش في هذه النقطة أشار الضيوف الكرام إلى هوية مسألة ضبط هوية الشخصيات التي ستدير أو تكون على رأس هذا الحوار، مسألة التوافق هل يمكن أن هل هناك إمكانية لإيجاد التوافق بين هذه الشخصيات؟ مستحيل، وهذا قلناه منذ البداية، يعني من يتوقع أننا سنخرج بقائمة توافقية يتم اتفاق عليها بين كل أطياف الشعب الجزائري فهذا مخطئ، لكن فيه أقل فيه نسب بما أننا لا نملك الحقيقة ولكن نقترب من الحقيقة. الكلام على الشخصيات التوافقية ربما الشيء اللي في المبادرة هذه هي أنهم، وأنا شفت التصريح تاع الأخ وفي ولاحظت الشخصيات أنها تشترك في ميزة واحدة، أنها لم هي شخصيات نقية مستقلة ليس لها انتماء سياسي مباشر، غير متحزبة، لم تكن في النظام السابق، ما هيش معروف عليها بالفساد، هاي العناصر التي يمكن أننا نبني عليها. الآن قال سي جمال أنه الحراك مخترق من طرف تيارات، أكيد عندما تخرج قائمة أو تخرج مبادرة إذا لا تصب في مصلحة هذا التيار سيعمل على تكسيرها لأنه لا تخدمه هذه القائمة أو هذه المبادرة. هذه التراشقات الإيديولوجية والفكرية والسياسية إذا احنا انغمسنا فيها ستكسر أي مبادرة وستمنع أي مبادرة من الخروج من الأزمة، بل هنالك بعض التيارات وبعض المبادرات تريد للأزمة أنها تستمر. هذه الشخصيات هو أنا ربما ما نوافقوش لما يقول هي آلية من آليات إنجاح الحوار، لا، هي ضمان من ضمانات إنجاح الحوار، بمعنى أنه الالتزام التي تلتزمته السلطة تعطي نوع من المصداقية على الأقل للحوار. الآن هذه الشخصيات إذا أشرفت على الحوار هي تعطي رسائل تطمينية وتعطينا إجراءات التهدئة. يا جماعة عندما تدخل دول في حرب عندما تمشي إلى التفاوض ما يروحوش مباشرة للتفاوض، وش يديروا إجراءات التهدئة وإعادة الثقة بين الطرفين، بمعنى أنه أنا معاك في حرب لكن قررنا أن نوقف هذه الحرب، ما هي الإشارات التطمينية والإيجابية والتي يمكن أن تقنعني بأن عندك إرادة بأننا نوقف الحرب؟ هذه في الحرب. في الأزمات السياسية الأطراف يجب أن تكون عندها النية الخالصة للخروج من الأزمة. اليوم هذه الشخصيات إذا أشرفت السلطة الآن تتفاعلت مع هذه المبادرة، لأنه هو قال سي بن صالح رئيس الدولة في الخطاب تاعه قال أن هذا الحوار سيتم الإشراف عليه من طرف مجموعة من الشخصيات، وهذه الشخصيات التي طرحت والشخصيات التي سيطرحها جمال وشخصيات ستطرح في المستقبل ما هو دورها؟ ستكون دورها نظن ستلعب دور الوسيط، بما تلعب دور الصد ما بين الحراك والمعارضة والطبقة السياسية والسلطة، وستكون هذه
الشخصيات الوطنية التوافقية المستقلة عليها مسؤولية تاريخية وسياسية. في ماذا؟ في تنفيذ مخرجات الحوار. هنا ستتحمل هذه الشخصيات، لأنه وسيلة هذه الشخصيات في الأخير هي ستضحي. نعم. وستقوم بتضحية شخصية، بمعنى أنه بعض لن تتقدم إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. لأنها ستضحي بأنه لن يكون لها دور في الانتخابات الرئاسية السابقة أو مناصب أخرى سياسية. طيب أستاذ جمال بن عبد السلام، في هذا السياق بما أن الأستاذ علي أربيج أشار إلى نقطة تتعلق بالقائمة الإسمية، أنتم كمبادرة، المبادرة التي قدمتمها أمس، تحدثتم أيضا عن اقترحتم قائمة إسمية، هل يمكن أن تحدثنا على هوية هذه الشخصيات؟ أولا قبل أن أحدثك عن هوية الشخصيات، إحنا الأطراف السلطة غير موثوق فيها، يعني الشعب ماهوش يعني الحراك ولا الأحزاب الآن ولا المجتمع المدني مطمئن باش يتحاور مثلا مع رئيس الوزير البدوي ولا مع رئيس الدولة بن صالح عبد القادر بن صالح. إذن ما هو المخرج؟ المخرج في وجود هذه الشخصيات، فهي ليست أداة ولا آلية، يعني هذه راه صمام أمان، هذه راه كما نقولوا ضمانة. دور الشخصيات هذه أنها تكون ما بين الأخر وتعطي الأمان وتعطي تبني ثقة وتأخذ موقع إدارة الحوار، والحوار أول الحوار بيني بين مكونات المجتمع، مكونات الحراك، أحزاب، مجتمع مدني، طيارات بمختلف توجهاتها وتناقضاتها وتوافقاتها. نعم. هذا من جهة، وأيضا بين هذه المكونات والسلطة، لأن في نهاية المطاف في خطاب رئيس الدولة الأخير أشار أن لما هذه الشخصيات لما نخرجوا بمخرجات الحوار السلطة تلتزم بهذه المخرجات، يعني أعطى شغل التزام مسبق، تطمين يعني وضمانات بأننا نحن شيء نخرجوا بأنتما أنه ينفذ. الآن محتاجين يعني في الحوار محتاجين ضمانات وآليات أخرى حتى ينجح الحوار، وحتى الشيء اللي تخرج به مخرجات الحوار تكون محل تنفيذ والتزام وليست محل تلاعب ومناورة. بالنسبة هنا تظهر المواصفات المطلوبة في هذه الشخصيات، نتكلم عن المواصفات. أول مواصفة عندي هي أن الناس هذو فوق الصراعات الحزبية والسياسية، هذه أول حاجة. أنه اثنين أنهم ناس عندهم ماضي، عندهم ماضي تاريخي وسواء مهني ومسار مسار نظيف، وسواء كانوا داخل مؤسسات الدولة أو كانوا في المعارضة. طيب. ثالثا أنهم موصوفين بالنزاهة، النقطة أنهم عندهم قبول ومصداقية عند الشعب، الشيء اللي احنا لما ركزنا شفنا الناس هذو استجمعنا الأصداء على الناس هذو كيفاش يشوفوا فيهم الناس. بصح شكون هذه الشخصية؟ الآن راني جاي لأنه السؤال هذا ربما هي نتحدث عن هوية هذه الشخصيات، لكن الآن سيكشف سيكشف لنا اسمها. لا هو كان سيكشف ربما أنا أسس مواصفات، لابد أن أتكلم عن المواصفات على خاطر كان يريد أن يكشف الأسماء، لكنني قلت أن يتريث قليلا حتى نخليها يعني سكوب. أستاذ علي نزيدو نخليوها سكوب. لا تفضل. المهم بالنسبة للأسماء، احنا اقترحنا ثلاثة من كبار من مجاهدي وضباط في الجيش الوطني الشعبي، عرفوا بنزاهتهم، وعرفوا بواحد فيهم كان في لجنة الحوار الوطني في 94-95، ونتكلم على اللواء حشيشي واللواء الطيب دراجي اللي كان عضو في لجنة الحوار الوطني في 94 ندوة الوفاق الوطني وساهم مساهمة كبيرة في الحوار، والعقيد المجاهد محمد طاهر عبد السلام. ربما الناس ما يعرفوش احنا رايحين نديروا حتى فيما بعد حملة للتعريف بهؤلاء. في المدنيين اقترحنا رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، وقد التقينا مع الإخوة في المبادرة الأستاذ كريم يونس. أيضا نعم. عرفنا مساره وعرفنا مواقفه وعرفنا يعني وما عاناه من العصابة بعد استقالته ورفضه في 2004 باش يترشح باش يستمر في رئاسة المجلس رغم أنهم طلبوا منه ذلك.
ثم مجموعة من الدكاترة والأساتذة، نذكر منهم الدكتور محمد سعيد مولاي وهو أيضا من المعارضة ومن ابن شهيد ودكتور يعني من النخب الوطنية النازية، البروفيسور سعيد رشاق ابن مجاهد وأيضا من المعارضة وممن نضلوا كثيرا في الساحة السياسية وعانوا من طرف هذا العصابة، عندنا الدكتور سعيد بويزري المعروف أيضا في وساطته كوسيط خير وإصلاح ذات البين وجامع بين الشريعة والحقوق، ودكتور محامي إلى غير ذلك. اقترحنا الدكتور علي بن محمد الوزير الأسبق للتربية، الرجل ذو المواقف الوطنية والمقرب من أقرب المقربين لشيخنا كامل في السياسة اللي هو سي عبد الحميد مهري رحمه الله. اقترحنا الأستاذ خالد بن إسماعيل وهو اللي كان أيضا مقرب من الرئيس أحمد بن بلة رحمه الله، وهو أيضا من المعارضين ومن الناس اللي واقفين في ضد المد الصهيوني، وكان هو المنسق لجبهة مواجهة المد الصهيوني في الجزائر. اقترحنا هذه الأسماء، وأيضا الأستاذ سعيد معول اللي هو أيضا من الشخصيات الوطنية اللي معروفة بنزاهتها ومواقفها في مساره في شؤون الدينية وفي وزارة التربية الوطنية كمفتش ثم كمدير مركزي إلى غير ذلك. اقترحنا هذه الأسماء اللي نشوفوها باللي لو تختار، لأنه في نهاية المطاف اخترتم ما فيهاش شباب وما فيهاش عنصر نسوي، يعني ما درناش عنصر نسوي تم إقصاء العنصر النسوي إن شاء الله كين الجوان نزيدوها يعني ما كانش ما كانش عنصر نسوي. لا ترنا فقط في هذه النقطة ربما لو نبدأ من المواصفات اللي ذكرها أستاذ جمال والمواصفات اللي ذكرها في مبادرته الأستاذ عرعر، مبادرة مش عرعر المنتدى تغيير وانا ثاني ما تيار الشعبي النوفمبري الباديسي او زاد لها شعبي هو كاين يعني النوفمبري الباديسي موجود التيار بقوه يعني بغض النظر على هذه المميزات وبغض النظر على بغض النظر على هذه المميزات وبغض النظر على يجب ان نتفق جميعا انه نرجع شويه للوراء، انه حتى السلطه السابقه للعصابه التي بادت كان عندها سرعة رهيبة في اختيار الشخصيات. نتذكر جميعا كيف تم تنصيب الأستاذ دربال على رأس هيئة تنظيم الانتخاب الإشراف على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. لو نجي للمواصفات أنا ما نقولهم في المواصفات، لكن لما بدأنا دخلنا للميدان لقينا أن انتخابات خرجت لنا برلمان لما قدرنا نحركوا به ولا ساكن، لأنه عندنا برلمان فاقد للمصداقية وفاقد للشرعية. خرجت لنا انتخابات محلية ربما الحال أكثر من مزري على مستوى المجالس المنتخبة المحلية، أين صوت الشعب؟ يعني كل هذه المبادرات لو أنها ما تكونش فيها حتى في اختيار الأسماء ما تكونش فيها ضمن أنه صوت الشباب وصوت الشارع وصوت الطلبة اللي راهم يخرجوا كل ثلاثاء واللي راهم يضيفوا لهذا الحراك القوة والأوج كل أسبوع، ربما ما نشرح نوصلوا بعيد. نحترم كل الشخصيات التي قد تارد، لكن عندي تفصيل فقط فقط هل هذه الشخصيات التي كشفت عنها أبدت موافقتها؟ لا احنا اقترحناها فلها الحق في لم تتصلوا بها يعني؟ يعني كاين اللي تلاقيت بهم وحكيت معهم وكاين اللي ما حصل لي الشرف ان التقي بهم، ولكن احنا اجتهدنا كما قال الاستاذ اجتهدنا في ايجاد هذه الشخصيات. يبقى يا استاذ وكاين شيء متكامل، ايجاد شخصيات نزيهه وطنيه ما تتشراش ضمانه الوصول الى هذه الهيئه المستقله، هيئة المستقلة بصلاحيات سيادية وكاملة وبمهام واضحة، وما هيش كما هيئة الأستاذ دربال. هيئة الأستاذ دربال وجد الرئيس الجمهورية السابق سرق المطلب من المعارضة وراح تبنى المصطلح تسمية وعين دربال وعين الأعضاء ودار فيها وشو، وما تقدرش 462 عضو واش يقدروا يعسوا واش يقدروا يديروا. أنا نعرف بعضهم اعترف لهم بالنزاهه من هذا 462،
وأعرف أيضا أن حتى الأستاذ دربات اجتهد بقوة باش يدير حاجة، ولكن في النهاية النتيجة العبرة في النهاية لا الآليات توفرت. حنا درك الريال اسمح لي برك استاذ خديتنا وقتنا، معليش انا اخوكم الكبير، معليش معليش نعاود نولي لك، لا نزيد له كلمه برك بسرعه لانه لدينا فاصل. هو في الهيئه هذه صلاحيتها اداه عملها امكاناتها ومدى سيطرتها على الجهاز. فاصل ونواصل النقاش في المبادرات السياسيه المطروحه.